قدام الإعلانات أهو، إعلانات بتوصل لستمية ساتوشي لمدة 60 ثانية بس، وتلتمية ساتوشي لمدة 30 ثانية. لو دوسنا كده على الإعلان مع بعض أهو، هنوقف الفيديو 60 ثانية. هنرجع كده للموقع أهو، بيقول لنا إن احنا كسبنا ال 600 ساتوشي. السلام عليكم، تابع قناة ايزي ايرن، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع تقدر تكسب منه يوميا مبالغ كويسة جدا من البيتكوين، موقع بجد ممتاز، اعلانات بتوصل لستمية ساتوشي في 30 ثانية للاعلان الواحد. الموقع بسيط هنشرحه، وكمان معانا النهاردة المسابقة اليومية، كله يسيب عنوان محفظة الباير بتاعته في كومنتات اسفل الفيديو. هنروح مع بعض على الموقع طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو، وشوف الفيديو للنهاية عشان تعرف ازاي تسحب منه. نروح كده الموقع اسمه bitcoinbtc.top. اول حاجة تعملها تدوس على كلمة ريجستير من فوق هنا، هيفتح لك الصفحة دي البيتكوين تيك اي دي ده، ونسيبه ما تكتبوش، هو بيقولك هنا اختياري، مش تفرق معاك، او هتكتب الايميل بتاعك وكونفيرم الايميل واليوزر نيم والباسورد، وهتعمل كونفيرم الباسورد وتحل الكباتشا وتدوس على تسجيل وتعلم علامة صح هنا. احنا عندنا حساب في الموقع، فهندوس على كلمة لوج ان وهنحل الكباتشا بتاعتنا. الموقع ممتاز وبسيط جدا. بعد ما حلينا الكباتشا هندوس على كلمة لوج ان، هيحمل معانا للداشبورد بتاعنا. الموقع اهو، انا عملت اعلان واحد خدت 100 ساتوشي بس، انت هتشوف دلوقتي اعلانات بتوصل ل600 ساتوشي. اول حاجة عندنا الفوسيت من هنا، هتدوس كده على كلمة فوسيت، بيقول لك ان انت يوميا هتكسب 1440 ساتوشي. هتدوس على كلمة كولكت من هنا اهو، انت خدت 1440 ساتوشي. لو رجعنا كده الاكونت بتاعنا، كان معانا 100، دلوقتي بقى معانا 1540. هندوس على كلمة ايرن ماني من هنا، هيفتح معانا الاعلانات. اول اعلان ده ببلاش، ده السبونسر، هنسيبنا منه. عندنا تاني اعلان لمدة 60 ثانية هتاخد 600 ساتوشي. هندوس كده نفتح الاعلان مع بعض، هنفضل في الصفحة دي بالظبط حوالي 60 ثانية. نوقف الفيديو عشان وقته. طيب عدى بالظبط حوالي دقيقة، هنرجع كده بقى للموقع بتاعنا اهو، بيقول لنا ان احنا كسبنا 600 ساتوشي، والاعلان بقى بالشكل ده. عندنا بقى كام اعلان، 2 ب600 ساتوشي، وعندنا 2 ب300، وفي عندنا كتير ب200، 2 4 6 7 ب200، وعندنا حوالي 7 برضو ب100 ساتوشي. دول يوميا هتقدر تعمل منهم مبالغ كويسة. يعني احنا دلوقتي بقى معانا كام في الاكونت، هنشوف هنلاقي معانا 2140 ساتوشي. هنرجع تاني على كلمة ايرن ونجرب كده قدامكم، نعمل اعلان تاني، عايزين بس وقت قليل عشان افهمكم واوريكم ازاي. بندوس كده على ايرن وبنسيب الصفحة مفتوحة، بنسيبها لمدة 10 ثواني. انت عايز تقلب في الموقع قلب، ما فيش مشاكل، بس هو عشان الشرح بس كده عدى 10 ثواني تقريبا. هنرجع كده للصفحة وبيقول لنا كسبنا 100 ساتوشي. نفس الحال في 60 ثانية وفي 30 ثانية، والإعلانات دي كلها تقدر تكسب منها. ازاي بقى طريقة السحب؟ هندوس على كلمة account، هندوس على كلمة withdraw. دلوقتي هنا السحب بيقول لك انت لازم تعمل 100 كليك الأول. طبعا احنا شفنا عندنا في الإيرن ماني الموقع ده يعني صادق، بعد 100 ضغطة هتقدر تسحب. عندنا هنا حوالي 20 إعلان بينزلوا لك يوميا، طبعا ال20 إعلان دول في مدة يعني 3 أيام بالظبط، قصدي 5 أيام بالظبط، آسف، هتكون وصلت لحد الأدنى للكليكس اللي انت تقدر تسحب منه. هتكون عملت 100 كليك وتقدر تسحب، هتكون ان شاء الله عملت مبلغ محترم. بس كده ده كان شرحنا النهاردة الموقع، ومحدش يعمل فيه ابجريد، يعني مش مستاهل انت تعمل ابجريد وكده عشان ما تدفعش فلوس على الفاضي، احنا بنستغله للربح المجاني. بس كده ده كان شرحنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.